أنس، إن شاء الله. يعني أنت كابتن الفريق، وكان عليك برضو عبء كبير إن أنت تجهز اللعيبة، أنت القدوة للفرقة. يعني شايف الموسم النهاردة لما ابتديناه ببطولة زي دي، كنت أنت ككابتن فريق متوقع إن احنا نفوز ببطولة المنطقة؟ احنا الحمد لله يعتبر كل سنة النادي الأهلي بيخش أي بطولة بيبقى عامل حمل كبير على أي فرقة بتلعبه، فبيبقى يعني ما عندناش قلق ان احنا نخسر البطوله ده، ممتاز. بالذات بطوله القاهره يعني، ويمكن برضو بطوله الجمهوريه ضاعت منا سنتين، بس دايما نخش اي بطوله نبقى عارفين ان احنا بنسبه 99.9% ان احنا واخدينها كسبانين يعني. ان شاء الله. طيب مين منافسنا في الجمهوريه يا انس؟ يعني القاهره الحمد لله احنا كان عندنا الطيران بتروجيت دجله الشمس، هتكلم معاك عن الماتشات دي، ولكن مين منافسنا ممكن يزيد عن ده في الجمهوريه؟ ممكن بقى فرق اسكندريه اللي زي هي مين؟ دلفي وسموحه ونادي الزمالك برضو ونادي الصيد، دول الفرق اللي هي اللي بقى بنشوفهم في اللي الجمهوريه ما بنشوفها في بنشوفهمش الجمهورية في المنطقه. بالظبط يعني. طيب انس، كلمني عن الماتشات، الترام بتوجيت دجله الشمس وليدو اللي احنا فزنا بعديها ببطوله المنطقه، كان اقوى ماتش من وجهه نظرك ايه؟ الماتش الصعب اللي كان بالنسبه لكم ايه؟ كان اصعب ماتش كحمل كلعيبه قصاد من لعبها كان ماتش الطيران. ليه بقى؟ اللعيبه الكواليتي بتاع اللعيبه كان قدامنا كويس يعني، فريق منظم لعبهم حلو، فده كان يعتبر اصعب ماتش، بس برضو كسبناه 3-0 الحمد لله. فاكر الماتش ده كان فين؟ كان عندنا في الاهلي، كان في الاهلي. طيب يعني الطيران خد التاني ولا مين اللي خد تاني؟ خد التالت، تالت الطيران. تالت وتاني فاكر مين؟ بتروجيت. بتروجيت. طب ما هو ماتشنا مع بتروجيت كان 3-1، هل معنى كده انه كان هو الاقوى ولا الطيران من وجهة نظرك هو لا الاقوى؟ الطيران كان اقوى، بتروجيت احنا كنا الشوط ده بس كان ما كناش احسن حاجه، كنا لسه اول ماتش كان في بتروجيت اول البطوله، ماتش. اول ماتش واول جيم، فكنا لسه بس لسه ما دخلتوش، لسه يعني ما انتوا دخلناش في اول جيم في الاجواء. البطوله خالص مع بتروجيت خسرتوه، اللي هو لسه بتقولوا بسم الله لسه الرحمن بسم الرحيم، الله. هو ده فجمعتوا نفسكم كسبتوا 3-1، والماتشات اللي بعديها كلها بعد كده 3-0. كلها 3-0. طيب الاعداد لما الكابتن، يعني طبعا خالد بيقول انه كان بيمرنكم تقريبا اولموست 20 ساعه او بيتارجت 20 ساعه في الاسبوع، وده رقم كبير، لان انت لو تقريبا ساعتين، 3 ساعات الا 10 دقائق، 3 ساعات الا ايوه ربع كل يوم، الموضوع ده ما خنقكوش كلعيبه؟ خاصه ان انتوا تمرين من غير ماتشات برضو الموضوع بيكون صعب، لا ما خنقكوش وكنتوا ملتزمين في الموضوع ده؟ كان في التزام يعني من اول السنه، كان لسه في لعيبه في ثانويه عامه ولسه في المنتخب ولسه مخلص امتحانات الجامعه، فكان في الاول لسه كان لعيبه وانتظام وكده ما كانش احسن حاجه، يعني بس في بعد حاجات كده بعد كام بدايه 7 و8 لا كله التزم، اللي رجع من المنتخب رجع على النادي على طول، واللي خلص امتحانات ونزل التمرين على طول، كان في التزام. وكمان الاكتر كابتن خالد كان مركز معانا في موضوع الجيم الأداء البدني والتمرين أو بالظبط التقوية. كده، فدي كانت حاجه يعني كويسه لينا وساعدتنا ان احنا نكسبها. أنس، أحلى ماتش لعبته إيه أنت على مستواك الشخصي من الماتشات دي؟ الطيران بتوجيت دجلة الشمس وليدو، مين إيه الماتش اللي أنت حاسس أنت لعبت فيه كويس؟ والله انا لعبت يعني لعبتهم كلهم كويس، بس ممكن اقربهم الطيران يعني. الطيران. الطيران كان ممتاز. الطيران كان ممتاز.